صباح النور. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم في مطبخنا، مطبخ ولا اشهى. وما في الوان اكثر من هيك. عم نحضر نحن اول طبق هو الشكشوكه. بياخذ شويه وقت مش كثير، خطواته متتاليه رح تكون سريعه. انا حطيت قليل من الزيت ورح اضيف عليه البصل لنقليه شوي، بدنا اياه يدبل مش كثير، وبدي اضيف عليه مجموعه البهارات. بنحتاج نحن للفليفلي الحلوه والفليفلي الحاره. فاذا بتشوفوا هون قدامكم في مجموعه ملونه، انا حبيت نلونها حتى نلون الطبق ويكون عندنا نتيجه حلوه. رح دغري ادخل انواع الفليفلي بطبق وبدنا نقليها، بدنا نتركها لا تتقلى لا، ومن بعدها بنزيد عليها صلصه الطماطم اكيد والبهارات الى اخره. ف هاي رح نبلش نحطهم. انتوا انا بس بتحطوا نوع الفليفلي اللي بتحبوها، بتحبوها حاره بتزيدوا الحر، بتحبوها مش كثير حاره بتخففوا. انا اليوم عرفت انه هبه موجوده معنا بالاستوديو وبتحب الحر، فعملت حساب انه هبه وامين. هبه وامين اكيد. وعد ما ضروري هبه. لا وعد ما كثير بتحب الحر، ف مشان هيك بحضر طبق ثاني بعد شوي. شكرا. طيب لكن رح قليهم هدولين، خليني قليهم، مجرد بعد بضعة دقائق رح زيد عليهم البهارات والثوم واكيد بعدين صلصة الطماطم ونرجع بنتبع الخطوات الثانية. شيف نور. هلا رح احضركم انا الجبل الابيض اللي هو المونبلون. بالنسبة للمونبلون أول شغلة عندنا الميرين بالوصفة، هو بياض البيض بنحطه بالمكنة وبنسخن، نعمل سكر مع المي بس يغلي لدرجة حرارة 110. إذا ما عندنا ميزان حرارة بالبيت فينا نستعمل الشوكة وننفخ فيها بس يطلع بالونات، وصلنا للحرارة اللي هي 110 أو 120. بعد ما أنا خفقت البياض مع القطر بصير في عندي الميرينج، لنعرف إنه الميرينج صار عندي صحيح بيكون عندي شكل المنقار بالمكنة. هلأ رح فرجيكم كيف منصبه. بستعمل هيدا الحديدة. يعني هيدا خطوة شبه يومية بمطبخ الحلويات. صح. هلا بعبي الكيس. هيدا الميرينج بعد ما نصبه بقلب الصينية بنخبزه بالفرن تقريبا شي 80 دقيقة على حرارة 50. جيب مقص، هي مقص. بستعمل هيدي الصينية بحط ورقة زبدة وبستعمل أي قالب بدي إياه لآخذ المجر اللي أنا بدي إياه. بالقلم بعلم بصير الشكل معلم عندي. شاف بس اشرح لي شوي الطبقات كيف رح تكون، يعني رح نبتدي أول شيء بطبقة الميرينج. هو عبارة عن ثلاث أشياء بده ينحطوا بالقالب. نعم. هو الميرينج. نعم. وعنا الكستنة، حطيت انا البات دو مارون مع كريم دو مارون اللي هو الكستنه مع الكريم الكستنه. نعم. خفقتهم مع بعض وصاروا جاهزين. كريم الكستنه كيف بينعمل او بينشرى جاهز؟ كريم الكستنه اذا بدك تعمليه بالبيت بتسلقي كستنه بتقشريهم، بتحطي 750 جرام كستنه بالمكنه وتحطي 250 قطر وبتخفقيهم مع بعضهم. نعم. واكيد عندنا كمان صار الكريم فريش الخطوه الثالثه. هيدي اخر شيء بتنهيها بالكريم فريش. صح، يعني كريم فريش كستنا وميرين ليصير عندي. بس تعيد لنا موضوع الكستنا هون، انت خلطت الكستنا الكريم مع الكستنا العاديه طحنتهم سوا. صح، ليصير. نعم. عندي الكريمة الكستنا. نعم. هلا بالنسبه لارسم الطبق الميرين، هلا هيدي بترجع بتحتاج تحطها بفرن لقديش مدي وشو الحراره؟ هلا قلت قبل شوي. سوري، لكن انا كنت مشغول بالفليفلي. 80 دقيقة حرارة 50. يعني نسبيا الفرن بارد. صح. على 50 يعني مش كثير، 80 دقيقة لحتى لا ينشف المرنج. مزبوط، نحن بس عم ننشفه مش عم نخبزه. لحتى نحافظ على لونه ابيض. لأنه كمان بدي اياه من جوا يعلق، يعني بدي اياه يكون تشوي من جوا. اوكي. أسرار الشيف. اوكي. ما تحاول انه تاخذ الاسرار منه يا شيف جوستاف. هيدي الوصفه الميرين هي زيت عملتها هذيك المره
مع جيلاتين بصير في عندنا المارشميلو. هلا هو بيعمل فيه دائما نفس الشيء وانا اللي حقول. هيدا انا علمته اياه. هيدا طبق الميرينج بنعمل منه اثنين لحطه على جنب هلا رح فرجيكم. انا مجهز وحده خالصه عشان نستفيد من الوقت. هلا رح ناخذ الكستنه ونبلش نحشي. بنحط ميرينج كستنه ميرينج يعني بتكون شكلها مثل البرجر. وبعدين بنغطيها بالكريم فريش. المقادير هلا بنشوفها على الشاشه. هلا باخذ الكستنه نشوف قديش طريه معي. هيدي الكستنه هيدا لون الكستنه اللي هو المارون. لونها كثير بشهي صراحه. هي الكستنة من الأنواع الفواكه اللي بنستخدمها بالشتاء بموسم الشتاء لأنها نعم. دافئة وبتعطي طاقة كتير وبتعطي طاقة. هاي الكستنة عم نحطها بقلب الطبق من جوا. على فكرة تسمية مارون هو اسم الكستنة بالأجنبي ولون البنة يلي نسب إلى لون هذه. مظبوط لما نقول لون المارون. أنا أعتقد اللون نسب للفواكه أعتقد. هذا معقول. مش حدا اخترع اللون وبعدين طلع بالاسم. إيه صحيح. هاي الكستنة صارت من جوا جاهزة. برجع. بس يلي ما بيعرف الكستنة يمكن ما بيعرف انه لون المارون او البني هو نسب الى لون الكستنة صح. وهي الهامبرجر هاي صار الطبق الثاني. نرجع المرحلة الثالثة لاشتغل شكل معين بالكريمة الفريش لازم يكون في عندي هول الحديدتين. حديدي مثل مسطحة والتاني مسنني صح. هيدي الشكل اللي بناخده من برا لنظبط نعم. فيه القالب وهيدي اللي نزين فيها وجه القالب. اوكي هلا حنجرب بهاي. هو تزيين القالب المونبلون صار كلاسيك يعني كل المحلات او كل الشركات او كل الاوتيلات او كل المطاعم بتزين بهالطريقة. هو لا شك انه في هذا الشكل هو الكلاسيكي ولكن في بعض الاماكن حاولت تتحدث على الشكل عموما ولكن عم اعطيكم الشكل الكلاسيكي المعتمد. وهيدي من احد الحلويات اللي تحضر في نهاية العام. نعم. لانه لونها ابيض لحتى تكون ان شاء الله سنتكم بيضاء ونتمنى لكم سنة خير على الجميع. سنة ثلجية امتياز. هاي الكريمة صارت جاهزة بس لضيق الوقت انا عم بشتغل بسرعه. ثانك يو. اوكي رح نشوف هلا كيف نزين القالب واذا بدنا لنغطي الفراغات. عم تعزمنا يا شيف نور. فاول شيء عم تملأ الفراغ وبعدين بدك تعملها خطوط عمودية صح. اوكي ملأنا الفراغ. انا وهبة عم نتعصب هيك عم نتابع. اوكي هلا لك كيف سهلة مش مشهيين ابدا. ثانك يو شيف. يلا بروم تفضل. اذا الكاميرا بتاخدها. اوكي سوري. اوكي هيدا الداير اللي هو لازم ينعمل من برا. بالنسبه من فوق رح نفرجي كيف بنزين قالب المون بلون جبل الابيض من فوق. دائما هيدا القالب بينعمل بهيدا الوقت من السنه اخر السنه يعني بيحتفلوا فيه بأول السنة بيكون جاهز. ما فينا نطلبه منك بعد شهر أو شهرين. أنت ما بدك. أنت تطلبي وتمني.
اوكي نعمل دائر منظار ملاحظين كيف الصمت؟ نعم كله مركز كله عم يطلع بس عم بطلع على هيدا الكيك انه بتحس انه ما في هاي الطبقة الاسفنجية ابدا لا لانه هذا بيعتمد على المرانج بده يكون في والمرانج مثل ما قال الشيف بدها تكون شوي بتعلك يعني ما تكون بتكسر مثل البسكوت بدها تكون فيها قليل من الطراوي فمشان هيك بتضل بالفرن على حرارة خفيفة لمدة طويلة وإذا منلاحظ كيف منزين إيدنا هون نحط إصبعنا منهدي ليكون كله على توازن أنا هلأ منروح لعند الصبايا ونرجع نكفي منفرجيكم كيف صار نروح عند الصبايا بس بدي أفرجيكم هون عندي الخضرة دابت شوي لحضيف عليها بسرعة الجنجر لا مش جنجر هيدا ثوم 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 ولحضيف عليها مجموعة البهارات كلياتها لاحقا رح نرجع نعرض عليكم الوصفة كاملة نروح لعند وعد شكرا لكم شيف وبنرجع اكيد لعندكم بمحطات لاحقة اما الان مشاهدينا فنذهب الى فاصل قصير ونواصل بعده باقي فقراتنا لا تذهبوا بعيدا